وتخليل اللحية الكثيفة. يبقى اللحية على نوعين، خفيفة وكثيفة. الخفيفة إذا رأيت البشرة من وراء الشعر، ومدي تبقى اسمها إيه؟ الخفيفة. بصيت كده لقيت البشرة باينة من وراء الشعر، يبقى دي خفيفة. والكثيفة إذا لم تر لون البشرة من وراء الشعر، يبقى دي كثيفة. اللحية الخفيفة ما انت هتطص المية توصل للبشرة، ما هي أصلا البشرة باينة. لكن الكثيفة تحتاج إلى تخليل حتى يصل الماء بدرجات معينة إلى البشرة، يبقى التخليل للحية الكثيفة. اللحية الكثيفة هي التي لا نرى لون البشرة من تحتها.